بطاقة الدعم القطري الإعلامي والمالي كان جاهز في ظهر الهجمة التركية الغاشمة على سوريا، وده اللي اتضح في فيديو نشره حساب قناة الجزيرة على تويتر بتصريحات وزير الخارجية القطرية نتعرف عليها لما نشوف هذا الفيديو. تفضل. وزير الخارجية القطري، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن العملية العسكرية التركية في سوريا تهدف إلى حماية الأراضي التركية من التهديدات المحدقة بحدودها. وفي تصريحات خلال منتدى الأمن العالمي الذي تجري أعماله في الدوحة، أكد أن تركيا لا تريد البقاء في سوريا ولا تسعى لاستحواذ على أرض سوريا، مشيرا إلى أن الأراضي السورية التي جرت فيها عمليات تركية سابقة مع قوات المعارضة السورية أصبحت في وضع أفضل. لو نظرنا إلى بواعث القلق الأمنية التركية، تركيا حاولت حل المسألة لأكثر من عام مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء منطقة آمنة وإنهاء التهديدات على حدودها، وهذا التهديد عبر مجموعات محددة وهي وحدات الحماية الكردية ومجموعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وتلك جهات مدانة من قبل الجميع، لكن الأتراك لم يصلوا إلى حل مع الولايات المتحدة، وهم لا يمكن أن يصبروا إلى أن تصل التهديدات إلى داخل الأراضي التركية، ولا يمكن أن نلقي اللوم على تركيا، والقوات التركية سوف تغادر الأراضي السورية، فهم لا يريدون البقاء والاستحواذ على أراضي سورية، الأراضي التي حررتها تركيا جنبا إلى جنب مع قوات المعارضة السورية والجيش السوري الحر هي في وضع أفضل الآن. ورد عليهم حساب باسم الوليدي، قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تؤيد تركيا، حتى نواب تركيا اعترضوا على الاحتلال في سوريا، لكن لا غرابة لدولة تزرع الفتن وتدمر الدول العربية ليس لها غير دعم الفرس والترك والصهاينة متى يفيق أهل قطر الأحرار. كمان كتب حساب باسم محمد رمضان وقال الآن معظم الدول العالم ترفض العدوان التركي على سوريا إلا قطر الخبيثة الخائنة، سود الله وجهك يا تميم العار، حكام قطر خونة الأمة، اللهم أمين، يسود وجوههم وربنا ينصر سوريا ويفضحهم ويخزيهم ويفضحهم. وسخر حساب تاني باسم بن عويد وقال حتى الآن المؤيدين للعدوان التركي على سوريا قتلوا الصومال وتنظيم الإخوان وميليشيات فجر ليبيا، تنظيم القاعدة في ليبيا وميليشيات أحرار الشام، تنظيم النصرة في سوريا فقط، هؤلاء هم حلفاء أردوغان وهذه هي حقيقة تركيا المعزولة وقيمتها. ونشر حساب باسم ناردين طلال تغريدة، تنظيم الحمدين جعل من قطر دولة تابعة للحكم العثماني بقيادة أردوغان وتحت إمارته، وتميمة تابع له بطريقة سمعا وطاعة، حتى عندما تحركت تركيا لإبادة الأكراد في سوريا بطريقة بشعة متعدية كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان ولم تعترض قطر ووقفت بجانب النازي في وجه أشقائها العرب، قطر ليست منا. علق حساب باسم محمد حسن وقال الدولة اللي ليها جيش قوي لا يمكن أن تقاد هي الدول التي تستدعي جيش لحمايتها وحماية أميرها، وخير دليل على ذلك موقف قطر من التدخل تركيا في شمال سوريا، هذه الدول التي تقاد.